أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يؤذيها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الظروف رداك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام فرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل يا بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كل أب حمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أصبت غورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أصبت غورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أصبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا الزمن أصبت كل من ليس يكون محسنا يا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به ومن إسلام فلتحفظ الكل عن الكلام حتى أنت سيد البراء يا أحمد والأنبياء ورسل يا من حمد خذ الصلاة والسلام بعد لهم كما أحصيت من لم يعبد إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وسجد سؤالي للمنتقى ثم يسره بلا نهاية وخدمة تخبلا يسل سيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل وتسلم في أبد على الذي لك يقول من أبد اكتب صلاة في جميع الأنبياء ورسل بتسليم واشكر قطبيا اكتب صلاة بجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر قطبيا نافع صل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذو الأصل العظيم سمدي على النبي وآله والمحمد ردمك إذا الهدى إلى نعدى يا مرحبا لي بمجيدا أصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني ظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أصل بشارات لصف مدمنا مضى لكل محسن ومحسنا على بشارات ترى مستحسنا
وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من مدي أخلكم يكني يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور. يخودني كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تهاجي. نفرت إبليس لخيري أبدا في شرثا وكل من لم يعبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا الهدى لمن لم يسلموا. كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل. إجابة تسهزه الأعداء إلى سواهم سرمدا نداها. ناجو يا كريم يا مهيمن ليتجو للذي هيمن. حفظ سنمة خير مرسلين عن الذين كفروا مرسلين. قلهم الناس العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وعاجلا. كل ذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد. تهنيز الإنسان عن ركوني إلى عداك وعن سكوني. على النبي ورسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد. المنتقى على آله والصحب الكرام أسي سلاميك وجلي بالمرام. يا من له الخلق كماله الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الجميل. ناجيتك اليوم وأمسي راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا. أصل لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من مدى. نصرا عزيزا يسمى الكبار مع صغير كلهم من بارا. ثم الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنهم من المتاب. رافع بر فإن كتاب والفروع ما لحديث سهاه زابر. أعطيتني الجميع دون طلبي ولتخوض سؤل لحظة طلبي. لأوسر الذي أريد وانفعي بالورايا مغنيا عن مدفعي. أو تفسدر لي بالمنتخى وفتني ما وده الضفاء. وجهتني ما لا يزال حجبا في أبد سائحين النجبا. مددتني مدد من لا يخفى عليه شيء جتني بالأخفى. أفيت كل من خلاني فهر بما يسوه دواما ذاكرا. يا الله يا رحمن يا بصير خادم يا رحيم يا نصير. نجيت من بيتعلق الماء من الشياكين فشكري أسماء. وجهت الشكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء. كرمني في مودي وبلدي مكرم بلا صفا خلدي.
أكرمني الرحمن إكراما كفى كل يدي درع وفيدي وكفى ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس زوقا أكمدا قلوب جملة إذا توجهت لغير الدر والمنادي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المسلم الذين ظلموني قبل حد مدرتي أزاد القبول أن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مهر لأخاد الخوى ذو شكور إلى الجنات دار المنى والأمن والبلاد يشكره كلي بالكتاب بلا معاناة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنا في كريم إليه وجهته لا خطابا مع يقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النسير محوت حيبي إنك البصير سمعت قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رددت لي فيه الذي ذرفت أجبتني جواب من قال عن سنة وخطأ فعلا لوجهك الكريم أوس فرج للمؤمنين والد حق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أحرب وأجنبي وليهب المسلمين فرها يا من نهى عن الأذى والترهاب حوت ما علي مر من ضلال يا من جميع قدام تخبل نجه يا المصطفى بعد صلاة مع سلام من هداك منهلا يسلهم في النزيد تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك قديم عبدك مفتجيا ليل المنى من هندك ناجاك عبدك قديم عبدك مفتجيا ليل المنى من هندك فاز الذين سعدوا بالخير وبا من لم يصعدوا بدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم شيخ الذين تركوا العباد إلى من لم يطع بعد نائب من أراد أن ينقض ما أبرامه من ليسه لم يدمع جزاء من بارز ظلم شبك وكل ما أبقاه ذنك شبك جزاء من بارز ظلم شبك وكل من أبقاه ذنك شبك إن الذين كفروا أمتنه من توبة رأوا جزاء حسنه بدونهم سكن المتقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين
مناه مدعو بلا استناب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم مهابخ وملك في ابد ما لا يراه ملك بلاه يعرف وليس ينسفل امام بايت خليفه منسفل بالله امنوا واسلموا معه ولتحسنوا لوجه باق امها هو الاله وهو الرحمن هو الرحيم وله الاسماء مني له انت حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى عبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني أفضل النباح أشكره وخاد لي أبضالا كما كفاني الحرب والجهاد سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كبير تسيم من لا يوجه الدرر على الذي به كفاني الحرر إساء من جلاني الإساني ليخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براهة المختار ليس تخفى إلا على من نكال يخفى للمصطفى بجرت ما قد سلف لغير نائبه سواه انصرفا هدمت باطلا في حق فذاق ولي إلهي كأس زيتا ملأت ربي مالكي كل يدي حالي له كعملي ونيتي رضيت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سودي برأني الله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي تمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مدبر هو الذي لم أر غيره ولا أراه في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بسلام وسيرتي له وليقات الكلام فرهن الأكرم تفريحا يدوب بأنني كل وحب وخديد له خدامي ومحل الدار ولسوانا وجه الدار أيتنا على النداء فقلب ولسوانا ساهين من قلب أثيب باقٍ قادني الثواب على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني القديم له سلاما ذي البرية القدير لمن له كليتي عباد حمدي ومن طالبني أباد ملك الذي ليس له مباخي في خادم بطن باهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرخني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو رافع ساخ مكاره لمن خبل نحا مدرني من يقول